نهاركم طيب صديقتي أصدقائي، أسعد الله أيامكم. دفعت عودة الزخم السياسي والدبلوماسي المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية إلى افتتاح قنصليات جديدة، وطبعا الجزائر ستبدي غضبها وانزعاجها من هذا الزخم السياسي المغربي، وذلك انطلاقا من مبعوثها إلى ما يسمى بملف الصحراء الغربية عمر بلاني. هذا عمر بلاني ردد عبارات احتقارية وتبخيسية وغير دبلوماسية، يعني بالمرة، فيما يتعلق بافتتاح دولة سورينام لقنصليتها في مدينة الدخل بالجنوب المغربي. عمر بلاني يعتبر افتتاح القنصليات رشوة من المخزن المغربي، ويعتبرها أيضا قنصليات وهمية، وينسى هذا الدبلوماسي أن هذه الدول لها مقاعد في الأمم المتحدة ولها أصوات وتمثل بوزراء الخارجية وأحيانا بالوزير الأول لهذه الدولة، ويتم افتتاح القنصلية رسميا بحضور الدولة المضيفة والدولة المستضافة. ينسى عمر بلاني هذا الدبلوماسي الفاشل الذي يريد فقط أن يؤكد حضوره أنه هنا. أجرى بلاني الذي تمنحه وزارة الخارجية الجزائرية صفة المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء وبلدان المغرب العربي حوارا مع صحيفة جزائرية تدعى لا باتري نيوز الناطقة بالفرنسية، وذلك أياما بعد أن أصبحت جمهورية سورينام صاحبة القنصلية رقم 25 في الأقاليم الصحراوية المغربية، حيث اعتبر هذا الدبلوماسي أن الأمر يتعلق بانتصارات وهمية وأن القنصليات يدشنها المغرب لا تلك البلدان. جميل، هذا رأي سياسي دبلوماسي محنك يحصره. وأولد بلاني أن الرباط تهدف إلى توليد ما يشبه الدعم الدبلوماسي والسياسي الدولي لأطروحة الحكم الذاتي، وذلك من خلال تدشين القنصليات التي قال عنها بلاني طبعا أنها وهمية، ويتم دفع أجرها من الأموال العامة للشعب المغربي، في إشارة إلى أن الرباط تقدم أموالا لتلك الدول، وتابع أن بعضا من هذه الأخيرة فقدت حقها حتى في التصويت في المنظمات الدولية بسبب نقص الموارد المالية، حيث لم تكن قادرة على سداد مساهماتها المالية. مزيان، هذا كلام نرد عليه فورا. وهل الدول التي تناصر أطروحة البوليساريو لا تدفع لها رشوة من أموال الخزينة الجزائرية، من أموال سوناتراك؟ ماذا تفعل زيمبابوي، وماذا تفعل بوتسوانا، وماذا تفعل جنوب إفريقيا، وكيف يمكن أن نصدق أن الجزائر التي تأوي الزعيم الانفصالي البوليساريو وتوفر له جوازا دبلوماسيا ومالا خاصا من الخزينة الجزائرية لسفرياته ولتمثيل جمهوريته وهي في العالم، هل يعتقد الجزائريون أن الشعب العربي بليد إلى هذه الدرجة؟ هل يعتقد أن الجزائر فعلا لها أطروحة سياسية راجحة وأن العالم يدعمها لأنها موثوقة ولأنها فعلا تؤمن بمبادئ الدفاع عن حقوق الأقليات وتناصر المستضعفين إلى آخره؟ كيف يصدق ذلك ونحن نعرف أن الجزائر تحرك الخطوط الجوية الجزائرية من أجل شخص واحد ينتمي إلى البوليساريو، من أجل تمثيل هذه الجبهة الوهمية
رصد صوره وهو داخل التجمعات والمنتديات وإن كان وحيدا ولا يسمع صوته. تجاهل هذا الدبلوماسي الجزائري عمر بلاني أن تلك الدول تكون ممثلة بوزراء خارجيتها وبمسؤولين رفيعي المستوى وهي تدشن القنصليات، وأن من بينها دول غنية ولها صوت مسموع في الخليج العربي، في الشرق الأوسط، في أمريكا وفي أوروبا. هل يعتقد عمر بلاني أن المغرب رشا أو أرشا الإمارات العربية المتحدة والأردن وجميع الدول العربية؟ هل يعتقد المغرب، هل يعتقد عمر بلاني أن المغرب أرشا أمريكا وإسبانيا وألمانيا والآتي وهولندا وإلى آخره؟ وهل يريد أن يستبعد الناس ويقول أن الذين يناصرون أطروحة الجزائر وأطروحة البوليساريو يقومون بتلقاء نفسهم بذلك محبة في الاستقلال والحرية وليس في الغاز الجزائري؟ نقول له أن السنغال والكونغو الديمقراطية ليست دول فقيرة كما تعتقد يا بلاني، وإنما دول لها صوت ولها موقف، وهي مع عدالة القضية المغربية بدون التواء. إن الأمر يتعلق بتمثيل دبلوماسي صريح وموضوعي ويؤكد طبيعة العلاقات بين المغرب وأصدقائه في إفريقيا وأوروبا والعالم. إن الأمر يتعلق بدبلوماسية المغرب النشطة اليوم في عمق إفريقيا، في أوروبا وفي آسيا وفي منظمة دول شرق